تعالوا نعمل مهلبية قمر الدين بطريقة سهلة وبسيطة جدا. يعني صايمين ومحتارين مش عارفين تعملوا ايه حاجة حلوة، اعملوا المهلبية بمكونات بسيطة جدا والطعم لا يعلى عليه. طريقتها سهلة وبسيطة ولا خدت وقت ولا مجهود، وهتطلع معاكي زي ما انتي شايفة كده مميزة جدا وفعلا طعمها حلو قوي. يلا بينا نبتدي. نجيب لفة قمر الدين كاملة ونقطعها قطع صغيرة بالمقص أو السكينة، ونروح نحطهم في بولة كبيرة. نكون مجهزين في نفس الوقت 4 كوبايات مية سخنة وننزل بيها على قمر الدين ونسيبها أقل حاجة 4 ساعات. للمهلبية هنروح جايبين 4 أكواب حليب صيامي صويا ميلك أو أود ميلك، ونضيف عليهم 3 معالق سكر ومعلقة فانيليا، ونقلبهم حلو قوي على نار هادية. ونجيب كمان 4 معالق نشا ونقلبهم في 2 معلقة مية لغاية ما النشا يدوب حلو قوي في المية. بعد كده هنروح ضايفينهم على الحليب ونقلب حلو قوي برضو على نار هادية لحد ما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. كده المهلبية جاهزة ان هي تتصب في الكاسات بتاعتنا. بعد ما نصبها في الكاسات هنروح حاطينها في التلاجة لمدة 2 ساعة لغاية ما المهلبية بتاعتنا تسقع. بعد ما نسيب قمر الدين في المية أقل حاجة 4 ساعات نشغل عليه الخلاط لمدة دقيقة لحد ما يكون زي العصير بالظبط. اختياري بقى، يا اما نضيف عليهم 3 معالق سكر او ما نضيفش حسب ما بتحب الحاجة تبقى سكرها ايه. لو بتحب الحاجة مسكرة ضيفي 3 معالق سكر، لو حابة ان السكر يكون خفيف ما تحطيش السكر. ونروح حاطينه على نار هادية ونجيب 3 معالق نشا مع 2 معلقة مية ونقلب النشا في المية لحد ما النشا يدوب خالص في المية. بعد كده هنروح ضايفينه على قمر الدين على نار هادية ونقلبهم لحد ما نوصل للقوام والسمك اللي انتوا شايفينه ده بالظبط. كده قمر الدين بتاعنا جاهز ان احنا نصبه على الكاسات المهلبيه اللي احنا حطيناها في الثلاجه. نصبه بقى ونزينه بالطريقه اللي احنا عاوزينها. ممكن نضيف عليه فستق، زبيب، جوز هند اللي موجود عندك، او ممكن ما تضيفيش اي حاجه. هو في الاخر طعمه فعلا مميز. قمر الدين مع المهلبيه فعلا طعمهم مميز. طريقتهم سهله وبسيطه جدا. يعني صايمين ومحتارين مش عارفين تاكلوا ايه حاجه حلوه، جربي الوصفه دي سهله وبسيطه جدا، مكوناتها كلها موجوده في البيت وما خدتش مننا ولا وقت ولا مجهود. جربيها وقولي لي ايه رايك، واشوفك مره تانية مع حاجه جديده. ويلا باي باي.